تواليت الصوفه غاكش خدي اللي قرب خشي بدا الاغلبيه دابا ما غتبانلكش انت هي حيت انت حتى كتكثر عاد كتبان دابا راه شي واحد يدوز هنا ما عارفش يقول لك ما فيهاش هي راه فيها وهي خصك دابا تجي تقلب وتدخل هكا تمشي عندك الورق فين كتخرج النوار فهمتيني مع الورقه والله منين كتخرج ما تقلب صافي صافي روح هذا قدايس وهذه خصك الوقايه ست الدواء عاد ماشي بدا ما ماشي بدا بورك اصلا لي فلور يلاه ما مش واه عاد ماشي بدا توريت لا لا عاد روح عادي بو لا ماشي عادي كيما شي خو غاز زاد كيما الواسع راه حدا نشوف اجي نشوفوا ليه بكري واش واش ودي يتبان تخمن لي ردو في تكوين واقف شحال هذا اجتك تقطع واه جد جد واه قصد دوف جد جد نيك لا لا كسيتي ناقشت شحال حدايش انا توريت شحال ما دخلتي للشجره لداخل ولا في الظل غادي تلقى موجود حيت ليميديتي تما طالعه فوالا ليميديتي طالعه تعجب سمونة مشاني يسمو اي اوميدو كريم غاش دينا كريم واري دي شو موجود مار المنطقه ديال الدقه صافي يلا اجيو المشكل ديال هاد المرض هذا ماشي المشكل ديالو هو عادي المشكل ما يسهر عادي ديني اربعه تما اربعه ديال بعض الحشرات اللي كدوز البرد الشتا ديالها كدوز ناعس كينعس ادولت كاهل كبير وكينعس تحت الورقه لكن باش تشوفو خصك لا لوب شوف هنا واش يقدر يبان ليا اكزاكتومون انتم تجاريين يا السوفه نتما انتم تجاريين انتم تجاريين السوفه هي ذا الشمع درعوش 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 فوالا يتقي الداني تما يمير لانه لي لارف النين زمانين دغيا هذا الشنت زكوينه زي يسهر هذا الشنت اللي عندي مهم هو انه واش دابا بدا لي المرض اول حاجه غادي ندير نداوي صافي هذا كيداوى 15 يوم قبل 20 يوم قبل النواره بشرط الا كان العام سخون بحال هكا نورمالمون ما خصوش يبان دابا هذا مازال ولكن العام سخون 10 3 ولكن فاش كيكون العام سخون كيبدا قبل علاش لان اللي خصكم تعرفوا في الحشرات والاستاذ راه معايا هو المتخصص